موقع صوفية حضرموت يقدم. كي لا أخفيك دكتور، أحيانا يتهمونكم أنتم بأنكم قلتم بالحلول. تصور، أنا قلت بالحلول. كتبي موجودة، وكتبي التي تحدثت فيها عن التصوف جعلت بعض الناس يتهمونني بمحاربة التصوف لك، وأنا الذي قلت هنالك فارق كبير بين وحدة الشهود ووحدة الوجود. من قال بوحدة الوجود فقد كفر، دعك من الحلول، أبسط من الحلول، فقد كفر وارتد. وشتان بين وحدة الشهود ووحدة الوجود. أما الحلول، أنا ممن يكفر الحلاج، أنا ممن يكفر الحلاج، أنا ممن يكفر الحلاج، وهنالك من يحسنون الظن به. فقل لي، دعك مني، من هو المتصوف الذي كان ملتزما بكتاب الله؟ دجاجة موجودون دخلوا في طريق الفقه.